شغل عالي هنا جوه المطعم. تعال ياي تعال ياي اكل لحم في دياي. اهلا وسهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده من برنامجكم كريفنشر مع باتو. اليوم ما في عزام. يلا بينا يا جماعه. احنا يلا بينا. يلا وحاوي وحاوي خلينا ناكل يا اخوي. وحاوي حبيب. لا 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 هذا مش للاكل. امال هذا للاكل. انت تاكل كل شيء عادي مش عادي يا حبيب؟ هذا اللي ناكل اللحم والعيش والسمن. الله الليله يا جماعه في دمار شعبي. يا سلام. اسمعني بخشمك وشوفني باذنك واستمتع. يا لهوتي مع رشه ليمون مع رشه ليمون. يلا بينا. دشنا يا احمد هذا المشكاه. أكل. انت تهضم ولا تبلع؟ اسمع المشكات ده عباره عن شنو؟ هذا اللحم المقلي. جرب. الصوره تعبر اكثر من الكلمات. ده اسمه الشواء العماني. اللحمه دي يا جماعه قالوا بتكون ملفوفه في ورقه موز وبتنطبخ لاكثر من 8 ساعات. الصراحه صراحه اكثر من 8 ساعات. بس انت دائما تجاوب خطا. انزل ياكل ما جاي ذاكر. لا تعامل اللحم معاملة الكتكات. استمتع. أحمد عشان تكون فاهم حاجة، أنا بني آدم لما أشوف الأكل قدامي بنسى إنه أنا بني آدم. إيه رأيك فيه؟ لا مبين صراحة أكيد مو بني آدم. شوف هذا الظل. اللحمة أو الخلاصة لقاح كورونا. أوه. توابل داخلة جوا العظم. صراحة يا أحمد نجحته نجاح باهر صراحة. احمد بينا دوب تحت. جاي انزل ابي اتحداك اليوم. يا انا يا عزام تحدمنا اليوم. يا انا يا عزام ما اضعفك. ايش ضعي. يلا اكل بنشوف. حبيب هذه لقمة البني ادم. هذه اللقمة الاعتيادية اللي الناس تاكلها. حبيبي حبيبي مو شاي على بالك. شاي صح. احلى قطعة هنا وين؟ هذه القطعة هي احلى قطعة. يلا تبين نجرب منها؟ يلا شوف اللحمة. ده عزام وي. حبيبي اهضم اهضم ريح نفسك شوي. اهضم. ده شنو ده؟ اشرب ماي. مويه؟ المويه دي بتاعت العيال الصغار. انا عشان حاجه تهضم معاي دار لي لبن عيران، لبن ناقه، معدتك له 350 الف سنه ما قبل الميلاد. بليز كمل ملك 3-5 ايرز. يا سلام يا سلام يا سلام. ستارت اند كومز اب وذ ستيل هير. والله الناقه لو تدري ان انت اللي بتشربها بتنتحر. اكل المشوي والاكل المقلي والاكل والرز والسمن العماني وكل الشغل ده بما فيهم الزول ده، كل الحاجات دي ممكن تلاقيها موجوده على كريب اب. كل بساطه تكتب عريش مجان. الا الاشخاص اللي مثل عزام ما نقدر ناخذ الطلب. نشوفكم الاسبوع الجاي حلقه جديده من كريب فنتشرز. ان شاء الله حيكون عزام بس. والله ما اجيبك معي ثاني ابدا. شكرا. انت للحين موجود؟ خلاص خلاص يا. انت هتجيب حاجه ثانيه ولا شنو؟ حاجه ثانيه بعد؟ يا عمي خلاص خلاص شلون؟ يلا